نلاحظ الموضوع أساساً كيف برزت هذه الفوضى أو هذه المشكلة. هذه الفوضى جاءت من خلال أو نتيجة لقرار من هذه المحكمة المسماة بالاتحادية التي حرمت مكونات أقليم كردستان من حق دستوري لها، يعني المواد 125 و49 أولاً من الدستور العراقي. النتيجة كانت أنه مكونات أقليم كردستان اعتبرت هذا اعتداء على حق التاريخي والسياسي الدستوري، بالتالي قررت مقاطعة الانتخابات. الديمقراطي الكردستاني كتراثه أن يكون مع مكونات أقليم كردستان وأن تكون مكونات أقليم كردستان لها مكانتها في 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 غرفة إصدار القرارات المصيرية. انضم إلى المكونات في قرارها مكونات أقليم كردستان. من هنا الموضوع أخذ بعد حقيقة عالمي، بعد أممي. الأمم المتحدة تدخلت، الدول العالمية تدخلت، الأطراف العراقية تدخلت في الموضوع. هذا كله جعل من هذه المحكمة أن تبحث عن فرص لتعدل من الموضوع. الآن قرار اليوم يعني حقيقة هو أولا يعني تقليل من شأن المكونات. المكونات أقليم كردستان كان لديها 11 مقعدا، قرار اليوم هو حقيقة حصر المقاعد بخمسة، هذا التقليل من شأنها. ثانيا يعني أساسا ست مروة الموضوع كان الاتحاد الوطني الكردستاني قد ذهب بالقضية إلى المحكمة الاتحادية وهو يأمل يتمنى يطمح أن يحصل على مقعد من مقاعد المكونات من خلال أعداد جدا محدودة من المكونين المسيحي والتركماني الموجودين في محافظة السليمانية. بالتالي كان يعتقد من خلال هذه الأعداد المحدودة أن يكسب أو يحصل على بعض هذه المقاعد. هذا كان بالضبط من إرادة ورغبة مكونات أقليم كردستان، أنك تجي تفرضين دوائر جغرافية لتكون محافظات على المكونات، لكن هذه الدوائر أو هذه المحافظات لا تمثل توزيع المكونات. تفضلي عندك في محافظة دهوك وفي محافظة أربيل ما يقارب من 100,000 مصوت مسيحي، في السليمانية عندك ربما 10 عائلة فقط، التركمان أيضا هكذا. إذن هذا الموضوع حقيقة بتصوري لن يرضى أو لن يرضي مكونات أقليم كردستان، هو تقليل من شأنها، وبتصوري أيضا تلاعب برغبة والتمثيل الحقيقي للمكونات.